موجز الأخبار من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم يؤكد أن هناك وعودا جدية من الممولين الأوروبيين باستئناف دعم خزينة السلطة الفلسطينية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد ما زال خطيرا جدا، وأن الأطباء يبقونه في حالة تنويم نظرا لعدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه. لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل تقرر تصعيد الجبهة الشعبية ضد المخططات الإسرائيلية لاقتلاع أهالي النقب من أراضيهم وللضغط على الاحتلال لوقف مخططات التهجير في النقب. الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تكشف عن توصلها لاتفاق تعاون تاريخي مع الاتحاد الإسرائيلي. مطورو تطبيق واتساب يقتربون من طرح إمكانية نقل سجل الدردشة أو المحادثات بين الأجهزة العاملة بنظامي الأندرويد والآي أو إس والتي تعتمد نظامي تشغيل مختلفين. نهاية الموجز، في أمان الله.